استقالة رقيعي وقبولها واستقالة هيثم عرابي وقبولها، والاثنين من انجح الناس في مصر مش في النادي الاهلي، تبقى بلوه. وما خفي كان اعظم بقى في اداريات، يعني لسه قدامي واحده دلوقتي بتوع الباسكت قالت لي احنا مشينا سيبنا النادي ورحنا، قلت لها تعالى فين؟ قالت بلعب في الجزيره. ليه؟ قالت فرض علينا مدرب، فرض علينا مدرب افشل مدرب في مصر. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوالي. www.washwasha.org